ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده حبيت ان انا اكلمكم. انتوا اصلا بتسالوني كتير عن الميك اب وايه اجيب ميك اب. الحقيقه ان انا لقيت ان انا بقالي زمان قوي ما اشتريتش يعني ميك اب. بشتري الحاجات اللي هي بتخلص بس مش بشتري عماله على بطال. حتى لما جيت اتجوز اشتريت حاجات بسيطه جدا ناقصاني زي ماسكارا روج كده. فحبيت ان انا اقول لكم ايه الحاجات اللي عندي جبتها مره واحده يمكن اقعد افعت فيها بس غنتني فتره عن ان انا اشتري ميك اب تاني او حسيت ان انا مكتفيه بيها الا لو من باب الرفاهيه يعني. وكمان هديكم تريكس بسيطه انا برضو بعملها بتوفر لي قوي في الميك اب فبقدر ان انا برضو اقعد فتره حلوه كده ما اشتريش. فحبيت ان انا اقول لكم. مش بس كده، عايزه اقول لكم مفضلاتي يعني اكتر حاجه بحبها قوي في الميك اب. على قد ما اقدر في حاجات خلصت من عندي بس هحاول اوديكم اللي موجود. فيلا بينا نشوف بما اننا داخلين على موسم جمع. وبليز كيب واتشينج. انا هبدا بدي فاكرين يعني فيديوهات قديمه قوي كنت حتى لسه مش بفهم قوي في الميك اب وكان بابا جاي من الامارات وخليته يجيبها لي هي وحاجات تانيه. بصراحة العلبة دي غنتني عن حاجات كتير قوي. لو ليكي اي حد برا ينفع يجيبها لك هاتيها، لو انتي قاعدة برا هاتيها. هو مش عارفة هي دي اسمها color festival يعني سيفورا color festival. في منها اشكال تانية انا مش عارفة هي نفس البيجمنت، اعتقد تبقى نفس البيجمنت بس اشكال تانية. بس مهم ان العلبة دي حلوة قوي. تسأليني عن صلاحياتها هقولك. بالنسبة للاي شادو انا بحس ان هو عادي يعني تمام. هو هنا في روز الروج بس ببدا ما احطوش لما احس ان ريحته غيرت، فهو هنا ده اللي حصل. انما انا مش عارفه اي حاجه عن موضوع الصلاحيه عشان اللي هيسالني. بس بالنسبه لي اي شادو يعني اصلا عادي يعني ايه الحوار فاهمين. مش عارفه. المهم ان العلبه دي خلتني فتره كبيره جدا مش محتاجه اشتري اي شادو ولا بلاشر ولا اي حاجه. الليبستيك بصراحه لا بحتاج لانه انا ببقى محتاجه يبقى معايا في الشنطه. فدي بتبقى حلوه لو في البيت يعني الوان كلها ناعمه. فتعالوا افرجكم عليها بسرعه. طبعا هي طالع عينها. بصوا فيها كذا لون. الوان دي بتهزر. في الوان انا لسه اصلا ما استخدمتهاش. بصوا دي الوان تانيه. دي روجات. روجات. مش عايزه بس اوسخ نفسي عشان لابسه ابيض. بصوا دي برضو روجات تانية. ده الوان ايلاينر انتوا متخيلين. بس يعني عامل زي الجل كده. عارفين بقى الالوان دي اللي بتعمل اصلا موضة. عايزة اجرب بقى ايلاينر الازرق والالوان دي بجد عايزة اجربها. بس هو جل قوي مش زي طبعا ايلاينر اللي بنحطه مط يعني. هو ممكن كمان تستخدميه كاي شادو. واخر حاجة فيها البلاشر وفيها هايلايتر. هايلايتر خفيف الوان خفيفة. كل دول كل حاجة فيهم انا شايفة ان هي زي ما هي ريحة واستخدام كله ما عدا الروج هو اللي ريحته غيرت شوية. اوكي فدي اول حاجة بجد اغنتني. ممكن تكوني تدفعي فيها فلوس شوية بس هتقعد معاكي كتير يعني لو انتي غاوية ميك اب او بتحطي ميك اب معظم الوقت. طيب ننسى دي. هقول لكم على بلد هي من مفضلاتي وفي نفس الوقت فيها تركيه اللي هو انت مش هتحتاجي تشتري كذا حاجه لان هي ينفع يتعمل بيها لوك نهار ولوك ليل ولوك فرح وكذا لوك. هي اللي انا بستخدمها دلوقتي شايفين. هي اللي انا بستخدمها دلوقتي وبستخدمها معظم الوقت يعني من ساعه ما اشتريتها. هي اماندا دي الالوان دي. ميلانو انا مش عارفه هي ليها درجه هي ملهاش درجه. هي كشمير مكتوب عليها كشمير شايفين. اوكي ممكن اوريكم على ايدي بعد ما اخلص او اوريها لكم من قريب. دلوقتي الحلو فيها ان انت ينفع تستخدمي اولا ده وده وده الصبح حاجه بسيطه ما بيكونوش باينين. طب لو انا عايزه اتقل انا بالنسبه لي بستخدم ده ترانزيشن كولر وبستخدم الالوان دي الاغمق. هي على موفات. فلو انت بتحطي الالوان دي لو مش بتحطي برضو انت ينفع تستخدمي دي مع دي البينك بسيط الصبح كله خفيف ما بيبانش بس بيدي ضي حلوه قوي. فبالنسبه لي دي كانت ب 100 وحاجه تقريبا مش عارفه دلوقتي ممكن تبقى بكام. هي ب 100 وحاجه حلوه. في
في نفس الوقت هي من مفضلاتي وفي نفس الوقت موفرة لان مش تحتاجي 100,000 باليت وصغيرة ينفع تسافري بيها. فبالنسبة لي دي بيرفكت يعني، حتى لو في درجات تانية منها انت بتحطيها ممكن تجيبيها ويبقى عندك الاثنين وخلاص شكرا. مناسبة جدا للجامعة جدا الصبح، حاجات بسيطة تحطي بسيط خالص منها يعني، بس تدي داي باللي هو اللون الكشمير ده مبيبانش، حط كترانزيشن كولر، ممكن تحطيه على جفنك هو باودر خالص وبسيط قوي من البينك بيدي لمعه بسيطه عشان تبقي نايمه كده. حاجه تانية من مفضلاتي جدا وبرده موفره هي البلاشر ده بتاع ديبورا، ده بلاشر كريمي، عايز اقول لكم ان هو معايا من اول الجواز يعني تحفه. موفر ليه؟ لان هو شوفي رغم ان هو صغير هو حته منه قد كده بتقلب الدنيا، فحلو قوي وثابت، والدرجه دي على اورنج شويه فهي فظيعه. بيبقى معاه سبونج هنا بس طبعا خلاص راحت، عايزه اوريها لكم على ايدي، برده مناسب الصبح وفي درجات تانية بس يعني كانت دي الدرجه اللي انا جبتها. بصوا انا هنا حطيت حاجه خفيفه خالص مش عارفه بانت ولا لا، برده هحاول ابين لكم من قريب. حاجه بعملها برضو بتوفر لك، احنا بنبقى محتاجين كونسيلر. انا مش عارفة يعني ما نجحتش ابدا في اختيار كونسيلر كويس لحد دلوقتي، يمكن بتاع ميبيلين ده وحطاه من المفضلات، هو ده اكتر واحد ارتحت عليه لما بجيب الدرجة مظبوطة، بس بقالي مرتين بجيبه اونلاين فبجيب الدرجة مش مظبوطة. بس ده حلو قوي، بس خلي بالكم انكم تجيبوه من مكان متأكدين انه اوريجينال عشان اللي مش اوريجينال بيجير تحت العين. تمام. طيب بعمل ايه؟ بستخدم اي نوع فاونديشن عندك حسيتي ان هو تقيل قوي او مش بتحطيه على وشك كله بستخدمه كونسيلر. يعني انا بالنسبه لي بورجوا مط ده حلو جدا بس مش دايما حلو معايا، يعني انا لو حطيته على وشي كله بيبقى حلو قوي في التصوير، بس ان انا انزل بيه بحس ان هو تقيل وانا احساس الفاونديشن التقيل بيخنقني. هو ممكن يبقى حلو مع بشره دهنيه بحت، انا ساعات بيبقى حلو ساعات بيكلكع معايا فمش بحب احطه على وشي كله، بس بعشق احطه تحت عيني لانه الشيت بتاعه مدي على اصفر سنه فبيداري الهالات، وهو انا حطه تحت عيني دلوقتي ككونسيلر فبستخدمه كده. فبيوفر انك ما اشتريتيش كونسيلر واستخدمتي حاجه كانت عندك، وده لو عندك، وفي نفس الوقت مش بتخلصي الفاونديشن مش بتقعدي بقى تقلي كتير، فده حلو قوي. روح لمفضلاتي بعشقه، ده اكتر فاونديشن بستخدمه ريميل. طيب الفاونديشن ده انا ما حبيتهوش في الاول خالص، ومش بيتفهم في الاول بس ما عادش بستخدم غيره لانه هو في الاول بتحسي ان هو تقيل، بس هو الفاونديشن التقيل اللي بعد ما تحطيه تحسي ان انت مش حاطه حاجه ومش تقيل اوفر يعني مش بيغطي قوي. هو ده اللي انا حاطاه دلوقتي، حلو قوي 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 وبيديلك نضاره اكتر ما بيديلك كفرج، يعني عارفه انت الكفرج اللي هو بيبقى تحسي انك بلاستيك، لا هو ممكن يكون مش بيداري كل العيوب 100% بس بيدي نضاره فبيبقى حلو قوي 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 الصبح. فما يخص الفاونديشن انا هعمل فيديو ليه لوحده يعني فعشان اقول لكم كل حاجه، بس سريعا عايزه اقول لك ان مش كل فاونديشن ينفع مع كل الناس، يعني الناس اللي بتطلع تقول لك اشتري فاونديشن ده غلط. كل فاونديشن مناسب لبشره معينه لوقت معين ولحاجه معينه، واللي ينفع معايا ممكن ما ينفعش معاكي، فانت بتجربي لحد ما بتلاقي الحاجه اللي انت مرتاحه فيها. يعني انا فاونديشن ده ممكن احطه في اوقات تبقى تحفه قوي، في اوقات تانية بشرتي بتبقى مرهقه ما بينفعش ان انا احط ده، ببقى محتاجه حاجه انعم او على ميه، فمثلا بحط بتاع ذا بادي شوب. في نفس الوقت بتاع ذا بادي شوب انت ما ينفعش تحطيه في الصيف لو بشرتك دهنيه يعني، فما تروحيش تشتري حاجه لمجرد ان حد قالك اه دي حلوه اشتريها لان ممكن تكون مش حلوه معاكي انت. فلو حابين قولوا لي في الكومنتس، هعمل لكم فيديو بس مخصص للفاونديشن وازاي تختاري الحاجه المناسبه ليكي، وايه الفاونديشن اللي ينفع في الشتاء وايه اللي ينفع في الصيف وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعلكيش، فهقول لك ده في فيديو لوحده. طيب ايه تاني حاجه من مفضلاتي اللي كانت حلوه قوي واللي دايما بشتري منها؟ هي بورجوا تويست، وعلى فكره هي سعرها عالي شويه بس بالنسبه لي بتوفر لي عن اي واحده تانية، لان هي بتتقل على طول من مره او اتنين، مش بقعد احتاج اخد منها كتير عشان رموشي تطول، دي كل ما بتخلص بشتريها. فانا ساعات بقلق ارشح للناس حاجات لا تكون مش حلوه معاهم، بس انا بقول لك دي هاتيها وانتي مغمضه عينك يعني بجد حلوه قوي. لابستك بقى انا بحب ده قوي، بتاع زبالم، بتاع زبالم بحبه قوي، بحب الدرجه دي، بس هو سعره عالي شويه. فهقول لك البديل اللي هو برضو بحبه جدا جدا جدا، ديبورا.
عندي معظم الوانه، وكنت عامله ستوري هتلاقوها في الهايلايتس عندي على الانستجرام، وانا بجرب كل الشيدز بتاعته. لو حابين تشوفوها روحوا شوفوها على الانستجرام، حلو قوي بالنسبه لي، بحبه ناعم. انا شفايفي بتتاثر بسرعه، يعني لما بحط روج مات شفايفي بتتقطع وبتتقشر وببقى طول اليوم مخنوقه. ده بيبقى بيدي الفينش المات، بس الناعم اللي هو مش بتحسي انه شفايفك كده مخنوقه ما فيهاش روح. طيب هايلايتر بحبه بس مش عارفه هتلاقوه ولا لا، يا رب تلاقوه لان هو مناسب الصبح، بتاع جولدن روز بقولكوا عليه من زمان جدا. هو كريمي، ليه مناسب الصبح؟ لانه هو مش بيدي، عارفين، مش بيلمع اوفر، هو بيدي بس ضي كده تحفه خفيف، فما بيكونش اوفر خالص الصبح. ده انا بحبه جدا بس مش عارفه ممكن تلاقوه ولا لا، اصلا لو لقيتوه بعتولي عشان اشتري منه تاني. اخيرا لو بقى هقول لكم كونسيلر، قلت لكم بتاع ميبلين وبرده بتاع ذا بودي شوب، حلو قوي ده اللي هو بيبقى على اورنج، ده حلو جدا بس لازم تبقى تحت عينك مترطبه. لو تحت عينك بيبقى ناشف شويه، لما بيبقى تحت عيني ناشف ما بعرفش احطه، اما بيبقى تحت عينك ناشف مش هينفع. لو تحت عينك تمام طاري وحلو كده وبتاع، ده هيبقى حلو قوي معاكي لانه بخطوه واحده بيداري الهالات عشان هو على اورنج شويه. ايه تاني ناقص؟ ايلاينر طبعا بتاع ميك اب فور ايفر، انا جربته وخلصته كان وهم، بس يعني برده سعره عالي قوي قوي قوي. يعني في حاجات تانية يعني دول كويسين لطاف، بتاع ديبورا حلو بس صعب في الرسم اللي هو النوع ده، فممكن تجربي القلم منه، انا مجربتوش. وميبلين ده او القلم برضو، ميبلين ده حلو، ده اللي انا بستخدمه معظم الوقت، يعني حلو لطيف. هي دي كانت مفضلاتي في الميك اب والحاجات اللي انا بحبها واللي كل ما بتخلص بشتريها، وحبيت ان انا اقول لكم عليها عشان لو انتوا رايحين الجامعه او عاوزين تجيبوا وبتسالوني دايما عن الميك اب اللي بحطه، اصلا اللي انا حطاه مستخدمه فيه الحاجات دي كلها اللي انا قلت لكم عليه، فحبيت ان انا اقول لكم عليه. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم، زي ما قلت لكم لو عاوزين فيديو عن احسن انواع الفاونديشن اكتبوا لي تحت في الكومنت، وبحبكم قوي قوي قوي، باي.